هادي عام ونص خدي الدروس خصوصيه ديال الدريجه معنا. لقيت بواحد المغربي وكنبغيت نهضر بحالو وبحال صحابو والعائله ديالو، داكشي علاش اختاري الدريجه المغربيه. بديت كنتعلم الدريجه ونطق القاء ع وح من الموسيقى حيت حفظت لي باغول. في الاول نطق القاء جاني صعيب بزاف، مثلا كنت كنقول كلبي بلاصه قلبي فشي شكل ياك. لحد المرات في الاغاني كتلقى شي كلمه فرنساويه ايوا كيعنوني باش نفهم المعنى اون جينيرال، وبعد المرات كتجيني صعيبه بزاف باش نفهم كلشي. داكشي علاش يوميا كنسند بزاف ديال الموسيقى وكنحضر مع صحابي وصحباتي، حيت كنتمنى نحضر بالدريجه مزيان من حنا لاخر ديال العام. كان دون ضروري ومهم كتخد دروس ديال الدريجه مع شي استاذ ولا استاذه بلاصه شي ابليكاسيون، حيت هو غيقدر يصحح لك نطقه، يقريك مزيان لا كونجوغيزون والقواعد ديال الغرامير. القواعد ترو دور مع القواعد سي دوراتور. في نظري غادي يحسن المستوى ديالك بحال هكا، غادي تكون حر باش تقدر الجمل كيف ما بغيتي. وكان فولو شي انفلونسرز على انستغرام اللي كيهضروا بالدريجه باش نولف نسند لهاد اللغه.